فما عليك هذا لي. صومالك هذا اللي انا صومالك هذا اللي كان كذا لا يبقى صومالي. السلام عليكم بليس هاي فعلي هذا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قدونك يوكو حجي نديسا ابلوري اشا حلمان حلمان هذا جمهورية فدرالك صوماليا وزيرة وزارة هوينك حقوق الانسان كيو ارما بني ادم ماذا لمان صحافة وان سلامة بعد سلام مدن وزير ومهدسان تهي سيدا الشيغة واي مانتي إنان كهدلنا واي محال لهاي كلية مبادي ده قد ما هان إنان سؤال بدن آن ويدين وزير ده وزير ومهدسان تهي شاقة بدن أو آسو قبطي وانا كاقا مهدنا قينا إن محال لهاي نافذة صوماليات شرع الله سنبايو أنا مبادي ده قد قد هان بوغ وآخرية يورتا لكن هذا حلقة عن جوغنا وحيت هاي مبادي ده مبادئ أنا ربا ميلها قار إنا وان عن دول استعجو وحي لغة بدل كاري وحي لغة داري كارن أسلو أغانو ودان وزير وامعطسان تهي مركلاتو حاوم هاد علنا يا دمان قدومياشا إيو حلوانا دا الشرف تهلي سيدان أغنى هاي شرعيغا وحاقو قرن شرعيغا نافادا قارن كالصوماليات أكو قرن حقوق شرعية حقوق نافذة قرن كسومالية وكو قرن مدن وزير وحا تليفوني إنو سو دراية نافذ بدن أو سومالية شرعي كستو سومالية ولا سمينا هايانا وحال سمينا دمان شعب كسومالية قيبو هو ذكر قدسا نسها جوغاني محال هاي عاسمت نسها جوغاني قبل ويكا قيب قاتان دولدو ذاكا قيب قاتو وحي سمبيان رأيه ذيك سوديبتان وحي سوماري إسلاو قوش هياميشان لكينا ما أو سمي سي سيدي شرعية دلو سمبينا أي هدا أو سمي سي وحاجرو عبشة بدن أو كا إيمان آيو قيبة بدن أو نافذة كميده ميشا سوحان ربائينا علامت قوني آسارتيد دنك السيستيب أريغا لدها أيو نافو وحاكو جرو تتك مسكح دا أكو جرو مسكح ذا ما نافع مسقف mentally أو health mentally أباهم ملاها محل لها يي إيه سنتر هذا كفرية هين ده كم حال لها مسكح ذا لقاه سنتر هذا أباهم ميا مس نافو عي نافو يعني وحيلت هاي قف قان إل لب ملأ حاته وملك مده جركي سأي مقنت هاي ده نكسي سب نافض وبدنت هاي dad badan aan naafe naafada qayb badan oo kala gidisan ay leedahay qaar kood laga yaaba inaan awoodin inay wax barasho iyo meelahaas ay aadaan dadkaas maxaa loo sameyn karaa seena maxaa dhahay ay qayb oo naqanayaan qodobka tobnaad tobani koowaad tobani labaad tobani saddexaad labaatan iyo toddobaad dhamaantood waxay labaatan iyo saddexaad waxay sheegayaan constitution keena guud ahaan xuquuqda naafada ee xuquuqda bani aadamka ee ku jirta tan naafada qofka inaan midibta koor gooniyo lagu sameyn karin inta waxaa ku qoran qodob dhahaayo ee qodobka sadaraad ee sharcigan wuxuu leeyahay qofka la faquuqay oo naafada ah qofkii faquuqay $1,600 oo lacag ta maraykanka mise shilinka soomaaliga u dhiganta ayaa lagu ganaaxayaa see lagu ogaan karaa qofkaas ياس سو شيء جاي إنه قف كاس وكو حد جدبي سو مالي دمان تي أفر إلى باتن كيس كو حد كيس كو حد جدتا سين محل ده هاي إيه كوني لحظة بقول له قاعد كرا ده نكس سيب وحان أوجنا هاي نافا بدن أو كشقة يسدل كان أيده لو تحق لنا هاي نافا نمضى هذانا سيد أنا أوجنا هاي جدومي قبل كبنادر وحاله هو إيه ده قف نافا بوجا وحاله قرن إن دولة ده دمانت كت هاي إنت بدن نافا ده dawladda say ku ogaan kartaa qofka naafada oo dadka rabo inuu dhibaateeyo mise waxaan u fiirnaa kaliya naafa waaye maxaa dhahay muwaadin waaye dalku xaq u leeyahay dhibaatada uu keenaya xadidi karo intaas waxaan rabay inaan maxaa dhahay wasiirada aan weydiiyo aad u mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wasiir soo dhowow